السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة في شوية مع شيكا علي الواو ليبيا. اليوم حنحكوا على أوضاع الاجتماعية هنا في السويد. الدنيا كيف؟ الناس كيف؟ يعني مع أهلهم، مع عيالهم، مع أخوتهم، مع أصحابهم، كيف ماشي الدنيا؟ أول حاجة خلينا نعترفوا إن في أفكار تعميمية. وشن معنى كلمة أفكار تعميمية؟ يعني مثلا زي ما يدروا الأمريكان مثلا مع العرب على سبيل المثال في الأفلام، تلقى مثلا أي عربي لا هذا معناه إرهابي وحيفجر الدنيا. هل ما فيش عرب ومسلمين إرهابيين مثلا زي ما في باقي الأديان وباقي الأجناس؟ طبعا في إرهابيين، لكن كم نسبة الإرهابيين هذه؟ يعني أنت لما تجي تشوف تسأل أي واحد أمريكي تحكي له مثلا على الإسلام أو على العرب، حتكون عنده مثلا فكرة كصورة نمطية يعني. وهذا اللي عندنا حتى نحن بالنسبة لنا نحن يعني كشرق الأوسط ولا شمال أفريقيا ولا كعرب ولا كمسلمين، عندنا فكرة على الأوروبيين بصفة عامة أنهم يعني يعزقوا في شيابهم بعد ما يكبر. هل الفكرة هذه صحيحة يعني 100%؟ هل كلهم يدروا هكي ولا لا؟ وعلى فكرة الأفكار هذين مش موجودات عندنا إحنا بس، يعني العريبة اللي عايشين غادي مثلا، لا، إن حتى في أجانب ساكنين هنا عندهم نفس الفكرة النمطية. حاجة غريبة يعني، هم عايشين وشايفين بعيونهم. أنا مثلا واحد من الناس كانت عندي الصورة النمطية دي. قلت أكيد كل واحد يعني قاعد في تركينا وحدة وكل واحد ما يندرش على الآخر. قلت طبعا أكيد في عائلاتك شوية، لكن أكيد الأغلبية كل واحد يعني من إيد لإله، قالوا أخوتنا السوريين. وتب الحق يعني تفاجأت شوية بعد ما جيت شفت الناس أنا وتعرفت عليهم، وقاعد عندي مثلا أصدقاء وقاعد عندي زملاء مثلا في العمل، لقيتهم يحكوا واجد إن لا أنا والله ماشي يعني الشيب زي ما تقول، والله ماشي لأمي، ماشي لخالتي، ماشي جدتي. فاستغربت. طبعا برضو الكلام هذا مش معمم، في ناس يعني ما يحكوش مع اهلهم، يعني ابوه وامه تلقاه لازمين وعدى سكن بروحه ومعاش يحكي معاهم، يعني صارت مشكله وكذا فخلص شالها في راسه وعدى انتقل وعاش وحده ومعاش حكى معاهم وجاب حتى عيال وما عداش قابلهم اساسا يعني. لكن في نفس الوقت لقيت ناس مثلا اخرى يعني بالعكس، يعني في ناس مثلا في بنيه اشتغلت معنا زمان تمشي تهيج هي وباتها واخوتها من باتها، يعني اخوتها ومن باتها ومرات ابوها، يعني يمشوا مع بعضهم يمشي هيج ولا ويسافروا مع بعض. فأنا الأمر هذا مش منطقي كان بالنسبة لي، لأن هي في نفس الوقت قريبة واج من أمها، وكانت حتى عايشة لفترة لعندما طقت 24-25 عايشة مع أمها. في أحد المؤسسات الحكومية المسؤولة على الإحصاء والأمور الاجتماعية قالت إن نص الناس اللي فوق 65 سنة نصهم يا أما عايشين مع عيالهم يا أما عايشين قريب من عيالهم. التقرير هذا طلع في 2018 وتم يعني تكذيبه من ناس واجدة، وخلينا نقولوا إن من الناس واجدة أغلبيتهم أجانب. لك بطل يا رفقنا بالكذب. وخلينا نقوله في فكره ان هم يا اما عايشين مع اهلهم، وهذه معروفه يعني واحد يعني رجل كبير او مره كبيره عايشه مع عيالها، هذه معروف. ايش معنى عايش قريب؟ يعني كيف ليش ما يعيش معهم؟ انا لما جيت انا صح استغربت، قلت بالشيب الكبير هذا كان جاري مثلا، كان ولده عندي يوميا، قعدت نقول ليش ما يسكنش معي. بعدين انا لما قعدت نقابل في ناس كبيره وقعدت نعرف في ناس ينحكي معهم، يقول لي لا انا نبي نعيش بروحي، انا خلاص كبرتهم وخلاص، لا انا مش قادر معاش نبيه، يعني خلاص كبارهم وكلهم وشربهم معاش بي، خلاص مل منهم. يعيش هو اللي كان عنده عزيز زكي بيعيش معاه، يكذف في البلكون ياكلوا زريعه ويقعمزوا وجوه مسمع. بيقول لي انا ولدي ولا بنتي كان نبيها التليفون تبدا خمس دقائق عندي. طبعا بالنسبه لنا احنا في حاجات واجد يديروا فيه هم، نحن نقولوا كيف يا يعني معقوله واحد ما يحكيش مع اهله ما يحكيش مع كذا؟ احنا مثلا في بلداننا العربيه والاسلاميه بصفه عامه يعني نشوف فيها ان هي حاجه غلط. انت كيف والديك اضمه والديك؟ بس هذا ما يمنعش ان احنا عندنا عيال واجد مثلا في دار الايتام، وما يمنعش ان عندنا مثلا عجزه واجد في دار العجزه. الفرق اللي بيننا وبينهم ان احنا عاده يعني فاضيين، يعني اغلب يعني ممكن تبدا انت متجوز يعني وعندك مثلا امك او باتك او مثلا مراتك امها وابوها تعيش معاهم هي وما فيش داعي تشتغل مثلا، وتقعد في الحوش وممكن يدير لها حتى مرتب يعني من تحت لتحت وتشتغل. هنا اثر فيه النظام الاقتصادي، الموضوع هنا كله وقت تيمبو يا معلم، نجيك الساعه 6 معناها نجيك الساعه 6، نجيك 6 ونص انت عندك موضوع داخل. فقعد الموضوع كله بتوقيت وتفكير، مش بك مثلا انت ماشي لامك ولا تدق عليها تخبط ولا اخوك تخبط انت وين كم وتجي تخش الجامس المربوعه، لا يا غالي لا. انا في ناس واجده عارفين هم شنو بيديروا في الشهر كله، يعني تقريبا نكي عندهم يعني شن حيديروا وجدين بكت، تلقى يقول لك لا انا يوم 25 ماشي مثلا عندي ماشي للسينما. يا بارد انت 25 مازال بعيد. انا وانا في ليبيا مرات يخطر لي نطلع نكي في الحوش، يخطر لي نطلع الساعه 1 الا ربع في الليل، يعني وقت مش وقت تطلع بكي. فزي ما قلنا الوضع الاقتصادي خلى كل حاجه عندهم بحسبتها، يعني حتى مثلا في الفرح انت مرات صاحبي صح، لكن انا فرح من الجو صاحبي نكز معك اليوم، لكن معليش انت مش معزوم في الفرح. لا وانت ما تستغربش، لان انا حنقول لك شنو نقول لك الفرح والله يعضيق العائله، يعني هل هنا وهل هي ومع بعضنا كي بتاع 20 نفر ماجرين كي يعني صاله بتاعت 20 نفر، يعني صاله شنو احنا في الحلاق نقعمزوا 20 نفر فيهم 15 جايين معلي حلقه قاعدين يكزوا يقروا في جرايد يقروا في مجله كواكب قاعمزي ما يديروا في شيء ويتفرجوا على قناه اليمن السعيد. فعادي جدا، هو انت مرات تقعد حتى ماشي انت وياه يخش يجيب سندوتش يبدا ياكل فيه جنبك وانت جعان ياكل في جنبك ويحكي معك، ما فيش حتى تفضل ولا اي حاجه. عكسنا احنا تماما، اللي انا هذاك اليوم يعني جيت مصبيت مع واحد في طابور بيشري جولاطي، واحد اسمه علي عراقي مصبي هنا في الطابور بيشري جولاطي، لما وصلنا خلاص عند الباب يعني خلاص عند الكاسه قلت له انا ما نبيش، فتفاجئ اني ما نبيش فقعد يحلف لي، فانا حلفت لاني ما نبيش، فطلع من الطابور ما باش يشري، يعني انا تسكر راس يعني بيشري انت انا ما نبيش جولاطي. المهم زبده الموضوع اكي واللوزه نتاعها ان الناس هنا مش كلها كيف بعض،
والفكره النمطيه انهم متشرتعين ومتفرقين وكذا لا، على الاقل في السويد يعني. طبعا انا مانيش عارف كيف الدنيا مثلا في بريطانيا او في فرنسا يعني، لان هن دول اكبر وفي ناس اكثر، لكن نحكي باجمال نكي باللي شفته انا في السويد لا، يعني يعتبروا ان نوعا ما هيك يحبوا الاجواء العائليه يعني، يحبوا حاجه خاصه حاجه يحبوا يديروا مع بعضهم يسموا فيها الفيكه، اللي هي عباره عن قهوه وكيكه. يعني ليش يقولوا قهوه وكيكه؟ يعني انت حتخش النار لو قلتوا قهوه وكيكه يسموا فيها فيكه، يقول لك اي نمشوا نديروا فيكه يعني غرار شنو، نمشوا نعملوا قهوه عند التوانسة. فلو عندكم اي استفسارات او اي اسئله وكذا اكتبوا لنا في الكومنتات باش نعرفوا وش نبغوا نقولوا الحلقه الجايه. احنا عندنا مواضيع اخرى جايات على الاطفال وعلى كذا، بس قولوا لنا بلكي انتم عندكم شنو حاجه ممكن تثير انتباهنا. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، وانتظرونا ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.